القارة الخامسة من الإخبارية الجزائرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام والمسهل بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري. رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد رئيس رابطة المحترفة لكرة القدم السابق محفوظ قرباج ويشيد باقتداره مسيرا متعلقا بنبل الأخلاق الرياضية. المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسة الناشئة يتوج بإعلان الجزائر للشركة الناشئة الإفريقية وبالاتفاق على تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. وتتابعون تحديد نهاية السنة كآخر أجل لحل النزاع بين شريك الكوري الجنوبي وإدارة ميناء جنجان لاستكمال أشغال التوسعة وتأكيد على استلام الشطر الأول من مشروع إنجاز منفذ طريق سيار جنجان العلمة خلال الصيف القادم. وفي النشرة لوحة تشكيلية مفتوحة على جمال الجزائر وسحر طبيعتها تعكس بلغة الريشة المناظر الساحرة لجمال بلادي. بداية استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول بعنوان حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة، حيث استقبل رئيسة المحكمة الدستورية لجمهورية أنغولا رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الرئيس السابق للمحكمة الدستورية لجمهورية البنين نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البنين عميد أعضاء المجلس الدستوري لجمهورية الإسلامية الموريتانية القاضي لدى المحكمة الدستورية لفيدرالية روسيا القاضي لدى المحكمة الدستورية لجمهورية كوريا والقاضي لدى المحكمة الدستورية الأندونيسية نائب رئيس المحكمة الدستورية لدولة فلسطين نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية. وحضر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بعلام بعلام. هذا وأخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري. إذن وتحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية اختتمت اليوم بقصر الأمم فعالية الملتقى الدولي الموسوم بحق المواطن في الوصول إلى الفضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة وذلك بحضور رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج وخبراء ومشاركين من دول أجنبية على غرار أنغولا، البنين، تركيا، مصر، إندونيسيا، كوريا الجنوبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد تطرق المشاركون خلال الملتقى إلى إحصائيات هذه الدول فيما يخص استعمال المواطن لوسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري بالإضافة إلى وسيلة الدفع بعدم الدستورية. الملتقى الذي عقد بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية الجزائرية اختتم بتلاوة التقرير العام الذي أكد بأن تعديل الدستور شكل لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية بتكريس دولة الحق والقانون والحريات وجعل المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية.
انتقل اليوم إلى رحمة الله الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج عن عمر نهز 69 سنة بعد مرض عضال. وعلى إثر هذا المصاب بعث رئيس الجمهورية رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها: قضت مشيئة المولى تبارك وتعالى أن يرحل عن دنيانا المغفور له بإذن الله محفوظ قرباج، الذي تفقد بانتقاله إلى جوار ربي العزة إحدى الشخصيات المتميزة. فلقد أثرى الراحل مساره المتواصل في عالم الرياضة، حيث اطلع باقتدار بمهامه مسيرا متعلقا بنبل الأخلاق الرياضية، وحريصا على تطوير كرة القدم والرفع من مستواها مثل ما يشهد به رصيده على مدى سنوات طويلة، والذي عززه بما عرف عنه من محامد وكفاءة وروح وطنية فيما تولى من وظائف ومسؤوليات ومن موقعه مديرا للمطبعة الرسمية. وأمام هذا المصاب الأليم أتوجه إليكم وإلى الأسرة الرياضية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. في النشاط البرلماني استأنف أعضاء مجلس الأمة مناقشتهم لمشروع قانون المالية في جلسة علنية رأسها رئيس المجلس صالح جوجيل وبحضور وزير المالية وعدد من أعضاء الحكومة. وعرف اليوم الثاني من المناقشات تدخل رؤساء الكتل البرلمانية الذين ثمنوا التدابير التي حملها مشروع هذا القانون، خاصة فيما تعلق بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطن وترشيد النفقات وتشجيع الاستثمار وتسهيله من أجل إنشاء الثروة، إلى جانب رفع التجميد عن العديد من المشاريع الحيوية. بتكليف من رئيس الجمهورية، وقع اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة، وقع على سجل التعازي بالسفارة الصينية إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية جيانغ زيمين. رئيس مجلس الأمة أكد أن الفقيد كانت له إسهامات بارزة في إحراز العديد من الإنجازات، وبرحيله تفقد الجزائر صديقا كبيرا ستخلد ذكراه دوما في تاريخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. عرض وزير الصناعة الصيدلاني علي عون استراتيجية قطاعه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسة متمثلة في استمرار ترقية الاستثمار والإنتاج الصيدلاني الوطني، وتعزيز تغطية حاجية السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ووضع مخطط عمل لتصدير المواد الصيدلانية. في شأن التنموي، كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية الأخضر رخروخ خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل رفقة وزير النقل كمال بلجوت، كشف أنه سيتم استلام الشطر الأول لمشروع إنجاز منفذ طريق السيار جنجن بالعلمة خلال الصيف المقبل. من جهته حدد وزير النقل كمال بلجوت نهاية العام الجاري كأقصى حد من أجل حل النزاع القائم بين إدارة ميناء جنجن والشريك الكوري الجنوبي المكلف بإنجاز مشروع نهاء الحاويات. كما كشف بالجود عن فتح خط جوي جديد يربط جيجل بمارسيليا، وهذا بدءا من شهر مارس المقبل. التفاصيل مع عبد الرحيم شمعوني. الطريق السيار جنجن العلمة واحد من أهم المشاريع التنموية التي سيكون لها عديم الأثر في بعض الحركية الاقتصادية بولاية جيجل وتسهيل عملية تنقل البضائع نحو الولاية المجاورة. المشروع هذا راح ينطلق وراح يعاود يولي الى مجراه، ويكون في بوتيره تكون اكبر ان شاء الله، باش يقدر هذا المشروع يستلم في اجله، والاجل تكون في 36 شهر. ميناء جنجن وما يحمله من مقومات اقتصادية ستجعله مستقبلا بوابة افريقيا نحو اوروبا، خصوصا وانه يحمل مشروع التوسعة.
بالنسبه للبورجيزل سيتون بريوريتي دي بريوريتي، من اولويات الاولويات، اللي للاسف كذلك فيه نزاع ما بين مؤسسه دايو ومديريه مواني. سمعتوا الالتزام تاع المعنيين من ان شاء الله الاخر ديسمبر حلوا النزاع اللي ما تحلش منذ 5 سنوات، ومؤخرا رايحين نشرعوا في رقمنه كل المواني. وبخصوص الرحلات الجوية، الوزير يؤكد على زيادتها مع بداية العام المقبل. ابتداء من جونفي إن شاء الله نضيف رحلتين باش تصبح 9 رحلات إلى المنطقة، ثم نزيد حسب الظروف. بالنسبة للخارج نبدأ إن شاء الله على بركة الله في شهر مارس إن شاء الله برحلتين نحو مارسيليا إن شاء الله، ومن بعد نشوفوا نوسعوا وربما نزيدوا من بعد الباريس. ولتغطية الطلب المتزايد على ماء الشروب وضمان وصوله إلى المواطن، تم الانطلاق في مشروع تزويد سكان بلدية جملة وبدرعة بن ياجيس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد تبلط. راح يخدموا لنا الماء باش نتهناو من الماء ونتهناو من التعب نتاع السيتيرنات، نقل بالجامية ونقل بالتراكتور نقل ان شاء الله ربي يجيبها في الصواب. انطلاق المشروع محطة تصفية المياه الصالحة للشرب بسعة 35,000 متر مكعب في اليوم، لتزويد كل البلديات هذو بولاية جيجل وميلا. هي مشاريع ستسهم في بعد الحركة الاقتصادية والتنموية بولاية جيجل وتدارك مختلف النقائص المسجلة بها. وفي السياق ذاته، يعرف الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط، يعرف وتيرة متسارعة في شطره الأول رغم التضاريس الوعرة، حيث سخرت السلطات كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجازه وتسليمه في أجله المحددة. يقول محمد شوقي بنيف. رغم صعوبة تضاريس المنطقة التي يمر بها الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط، إلا أن الأشغال تسير بوتيرة عالية، وذلك بتسخير إمكانيات مادية وبشرية هائلة لإنجازه وتسليمه في أجاله المحددة. المشروع هذا يحتوي على 18 كيلومتر هو بمثابة طريق اجتنابي لمدينة الجلفة، واللي راح ينجز بشكل كما نقولوا هنا دو فوا دو فوا افيك تال بلان سنترال و دو بون دالي ديرجونس، يعني 34 متر ارض. هذا المقطع من الطريق 18 كيلومتر يعبر تضاريس جبليه او تضاريس صخريه جد كبيره، الا ان رغم ذلك فالمجهودات مبذوله، كل الوسائل مسخرة ومجندة من أجل الإتمام هذا المشروع في أحسن الظروف. أشغال إنجاز هذا الطريق الحيوي والهام رافقته إنجاز عدة منشآت فنية بمعايير عالمية وبأيادي جزائرية تعتمد على تقنيات حديثة. يوجد في الحصة هذه رقم 2 عندنا محولان كباقي الحصة رقم 1 وحصة رقم 3، كما يتخللها عدة منشآت فنية وهياكل قاعدية، وهي في نسبة تقدم جد متقدمة. أما فيما يخص الجودة والمعايير فهي في المعايير عالمية وتخضع لرقابة يومية ودورية. نقوم بمراقبة درجة الحرارة تاع الخرسانة المزفتة، وناخذوا عينة للمخبر، وحتى الحصى الموجه سواء للتسطيح ولا الخرسانة ولا الخرسانة مزفتة نقوم بمراقبتها، كذلك مراقبة نوعية. فبازدواجية هذا الشريان الهام والطريق العابر للصحراء سيفك الخناق على مرتديه، بالإضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية للولاية والولايات المجاورة لها. والآن موعد ونشر الاقتصادية مع زميلة صالحة محمدي. أهلا بك صالحة. أهلا بك رشيد، أهلا بكم مشاهدي في النشرة الاقتصادية، نلتقي بعد الفاصل.
في المستهل وقع مجمع سوناتراك وشركة هونيوال اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى ترقية التعاون بين الشركتين. وقع المذكرة كل من المدير العام المركزي للإمداد والتوريد بسوناتراك والمدير العام لشمال إفريقيا بشركة هونيوال للعتاد والتكنولوجيات بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار والرئيس المدير العام لهونيوال بالشرقية الأوسط وشمال إفريقيا محمد محيسن. وخلال مراسم التوقيع عبر الطرفان عن الاهتمام المشترك بتجسيد مذكرة التفاهم الموقعة بينهما وفقا لمبدأ الربح المتبادل. شركة سوناتراك متعامل تاريخي مع شركة هانويل التي تعمل في الأنظمة العملياتية والتشغيلية والرقمنة. الاتفاقية ستهدف إلى تبادل التكنولوجي والخبرات في مختلف الأنشطة. تهدف هذه مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في ميدان التحكم في الأنظمة العملياتية والتشغيلية لكل وحدات الإنتاجية لسوناتراك. نعمل كذلك على الاستفادة من التكنولوجيات التي تعتمدها الشركات للخفض من البصمة الكربونية. اختتمت اليوم بالمركزية الدولية للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة والذي توج بإعلان الجزائر للشركات الناشئة الإفريقية المؤسس لخارطة طريق تتضمن إجراءات وقرارات هي الأولى من نوعها في القارة تخص الابتكار وريادة الأعمال. ومن أجل تجسيد مخرجات الاجتماع الوزاري الإفريقي بخصوص في مجال الشركات الناشئة تم الاتفاق على إنشاء نقاط اتصال وطنية وتشكيل أمانة دائمة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة لمتابعة وتفعيل خارطة الطريق. كما تم تبني فكرة إنشاء مجلس وزاري إفريقي مكلف بالشركة الناشئة بالاتحاد الإفريقي ليكون فضاء للتحاور الرسمي بين الوزراء المكلفين بالشركة الناشئة إلى جانب العمل على تعيين حاضنة أو مسرعة لتكون نقطة اتصال للنظام البيئي للشركات الناشئة. كما تقرر أيضا دراسة إمكانية وجدوى إنشاء صناديق إفريقية للشركات الناشئة من أجل تمويل المشاريع المبتكرة في القارة مع تسهيل تنقل الشركات الناشئة والمواهب في عموم القارة الإفريقية. وللحديث عن مجريات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر تنضم إلينا من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة ربيعة بوزيدي. ربيعة مساء الخير، ماذا عن مستقبل التعاون بين المؤسسات الناشئة الجزائرية الإفريقية وما مدى مساهمة المؤتمر في تحقيق الأهداف المرجوة؟ الإفريقي للمؤسسات الناشئة هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالة. المؤتمر في اليوم الثاني يحمل كثير من الانشغالات التي تهتم بها المؤسسات الناشئة من خلال الورشات التي تدور في هذه الأثناء، محاورها حول مستقبل المؤسسات الناشئة وكيف يتعزز النظام البيئي للمؤسسات الناشئة وكذلك كل السياسات العامة للمؤسسات الناشئة ومستقبل التكنولوجيا للمؤسسات الناشئة إلى جانب الحاضنة والمسترعات. وليعطى تفاصيل أكثر حول ما تحمله المؤسسات الناشئة وما يحمله مستقبلها في هذا المؤتمر. يحضر معي عقبة حشاني المدير العام للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة ليعطى تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. سيدي، المؤتمر في يومه الثاني يحمل الكثير من الانشغالات، كيف ترون هذه الانشغالات خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة الجزائرية؟ إذن شكرا على الاستضافة. يعني عندما نقول مستقبل المؤسسات الناشئة، عندما نقول مستقبل المؤسسات الناشئة نقول تمويل، إذ يعتمد اليوم صندوق جزائري لتمويل المؤسسات الناشئة الذي يعتبر أول صندوق استثماري جزائري موجه خصيصا إلى تمويل المؤسسات الناشئة. نعمل اليوم على تمويل أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة الموجودة المتحصلة على العلامة طلاب الممنوحة من طرف الوزارة الوصية. اليوم الصندوق الجزائري
الدائري لتمويل المؤسسات الناشئة عندنا ثلاث مراحل تمويلية، تبدأ من 5 مليون دينار جزائري إلى 20 مليون دينار جزائري إلى 150 مليون دينار جزائري. هذا ما يعطي، هذه الديناميكية ما تعطي أريحية لحامي المشاريع للتطوير والتواصل في الإبداع، ونحن نتمكن ونحن يعني نقوم بتغطية العجز المالي لهذه الشركات الناشئة. في الخصوص أقول بأن الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة نعمل اليوم على قواعد اقتصادية بحتة، على رؤية اقتصادية، على تحمل الأعباء والمخاطر مع حاملي المشاريع. إذن اليوم أقول بأنه نحن اليوم بصفتنا مستثمر، بصفتنا صندوق استثمار، نحن متعطشين على رؤية. شكرا لك ربيعة أبو زيدي على كل هذه التوضيحات، والشكر موصول كذلك لضيفك الكريم. وعلى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بدعم المؤسسات الناشئة باعتبارها تؤسس الاقتصاد المعرفة وأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني المبني على المقاربة التشاركية عصرية ترافق الشباب، تحفيزات كبيرة تفتح آفاقا واسعة لحاملي الأفكار. وسيلة بوشارب والتفاصيل. جاءوا من كل الدول الإفريقية حاملين معهم مشاريع مبتكرة صغيرة وأحلام كبيرة. هم أصحاب مؤسسات ناشئة يشاركون في المؤتمر الإفريقي الخاص بهم لأول مرة. مؤسستنا هي عبارة عن منصة تسمح للزبائن بشراء المنتجات في الأسواق بأسعار جيدة. احنا تم استضافتنا من قبل حاضنة أعمال أفريكا باي إنكيوب مي، ساعدت في العديد من الأمور لتطوير المشروع هنا في الجزائر، وإتاحة الفرصة لتحليل السوق والبيانات لكي نتمكن من إنشاء الشركة هنا في الجزائر. بدينا نحكيه مع بعض اللي بارتنر لهنا ترافير أفريكا باي إنكيوب مي، شفنا قاعدين نشوفه مع شركات معروفة لهنا، وإن شاء الله فيها خير نقوله. اعتمدت الجزائر رزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المقاولاتية، كما حرصت الحكومة على توفير المناخ الملائم لنجاح المؤسسات الناشئة. هدفنا اليوم هو أن ننشئ في الجزائر طبقة جديدة من المقاولين ذو كفاءات علمية، ذو مهارات، لأن الاقتصاد الوطني سئم نوعا ما من بعض الانتهازيين في الماضي اللي كانوا يستقطبوا كل التمويلات الحكومية وكل مجهودات الدولة بدون إنشاء أي قيمة مضافة للاقتصاد. الطبعة الأولى للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة عرفت العديد من الورشات لمناقشة كيفية تمويل المشاريع ووضع سياسات ناجعة لها. السلطات العمومية في الجزائر كثفت من جهتها برامجها التحسيسية والداعمة للمشاريع المبتكرة، وضخت حوالي 500 مليون دولار لتمويلها. Ntaworo, on développe des applications et des solutions autour du paiement. Tout ce qui est paiement, que ce soit sur online, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les transports. Là où il y a le paiement, on est là. المؤتمر سيصادق على جملة من التوصيات وورقة طريق مشتركة تعنى خصيصا بدعم المؤسسات الناشئة ودمجها في الاقتصاد الوطني لكل دولة إفريقية. وضمن المقاربة الجديدة الرامية إلى إعطاء المكانة اللائقة لإفريقيا من خلال تثمين مواردها، يبحث العديد من المؤسسات الناشئة تأسيس ديناميكية جديدة للتعاون الإفريقي البيني. محمد عياشي والتفاصيل. العديد من المؤسسات الناشئة حاضرة بهذا المؤتمر الإفريقي الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين أصحاب المؤسسات والسماح لهم بالتعريف بمؤسساتهم. احنا نسمح للشركات بالحصول على شبكة وطنية من التخفيضات في كامل القطاعات، باغ اكزومبل ريستوراسيون، اوتيلغي، لا سونتي، ترفيه، اكسيتيرا. التطبيق تاعنا 100% ديفلوبي في الجزائر باغ دي جون الجيريان، ولوبجيكتيف تاعنا هو نسمحوا للمواطن الجزائري يكبر البوفوار داشا تاعه ان يوتيليزون التخفيضات تاعنا في كاع القطاعات. ايتك هي مؤسسة مختصة في القطاع الفلاحي وبالخصوص في الحلول التكنولوجية في القطاع الفلاحي. تأسست في 2016، وحاليا عندنا نوعين من الحلول
الحل الأول هو برنامج تسيير المستثمرات الفلاحية، والحل الثاني هو ان ديسبوزيتيف دوبتيميزاسيون ديريغاسيون. احنا شركة مختصة في مجال مكافحة الحرائق، نصنع عتاد مكافحة الحرائق منها الستاشن بومباج، والان عندنا ابتكار هو روبوت مكافحة الحرائق. هو اول روبوت مكافحة الحرائق في الوطن العربي وفي افريقيا. هو روبوت نقدر نتحكم فيه عن بعد 300 متر. دورة تكوينية على هامش الملتقى تهدف إلى مساعدة أصحاب المؤسسات الناشئة لإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بتطوير مؤسساتهم. يا دي جون مكمل من أفريق، مشي غير من الجزائر. فلاسيسيون ديالي واش راني ندير لهم؟ راني ندير لهم يعني طرق اللي تعاونهم باش يحلوا مشاكل ويلقاو دي سوليسيون، يعني حلول ذكية للمشاكل اللي يعانيها يعني في السوسيتي ديالهم. تعزيز دور الشركات الناشئة في إفريقيا ومساهمتها في التنمية الاقتصادية هو الهدف الأساس من هذا الملتقى. إلى مستجدات أسعار النفط في العالم، حيث سجلت انخفاضا خلال تعاملات اليوم مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، لتسجل عقود خام برنت الفورية انخفاضا بنحو 1.57% عند مستوى 81 دولارا و78 سنتا للبرميل. كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا حادا بنحو 1.83% مسجلة 76 دولارا و30 سنتا للبرميل. إلى أسعار الذهب التي ارتفعت في المعاملة الفورية ب 0.4% إلى 1773 دولارا و68 سنتا للأوقية. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب 0.4% إلى 1788 دولارا للأوقية. ختام النشرة مشاهدينا بإطلالة على صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، فنتابع. ختام الموعد الاقتصادي، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، وعودة إلى الزميل رشيد. شكرا لك زميلتي صالح. في موضع آخر، أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر لدى نزولها ضيفة على منتدى المجاهد، أكدت أن الجزائر أحرزت تقدما في مكافحة جميع أنواع العنف والتمييز القائمين على نوع الجنس. كما ثمنت أيضا التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر سياسيا واقتصاديا وقانونيا لصالح المرأة. ونساند الجهود اللي مبذولة من طرف الدولة الجزائرية ومن كل القطاعات، يعني هذا هو الدور تاعنا، وعندنا في هذا الدور عندنا مشاريع يكونوا مع كل القطاعات المعنية بالأمر. يعني احنا هنا شفنا، أنا أريد أن يعني من هذا المنبر أن أتمن يعني الجهود الوطنية المبذولة من الناحية القانونية وأيضا من ناحية التحسيس ومن ناحية كل العمل يعني يقوم به كل القطاعات. دوليا، وفي فلسطين المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم مجددا بلدة عرابة جنوب مدينة جنين بضفة الغربية، وشنت حملة دهم واسعة لمنازل الفلسطينيين، كما أغلقت الطرق المؤدية إليها. من جهة أخرى، دانت السلطة الفلسطينية استمرار الاحتلال الصهيوني في جريمة تهويد المسجد الإبراهيم الشريف بمدينة الخليل وتحويله إلى كنيس يهودي، داعية إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات بحق المسجد بشكل فوري نظرا لعواقبها الوخيمة على المنطقة. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطار بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان. واعتبر غوتيريش أن هذا الاتفاق يفتح طريق أمام عودة إلى انتقال يقوده المدنيون في البلاد، داعيا كل الأطراف السودانية إلى العمل دون تأخير لإنجاح المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية وحلحلة المشاكل المتبقية.
إلى المشهد الثقافي الآن، حيث عرض الفنان التشكيلي محمد بوستة لوحات فنية في معرض خاص بعنوان بلادي، أبدع فيه الفنان بريشته في تجسيد العديد من الأماكن السياحية والمناظر الطبيعية، أبرز من خلالها جمال الجزائر وسحر طبيعتها. ياسين حسيني تنقل لنا الأجواء. سير العقول. وبالإبداع نختم هذا الموعد الإخباري مشاهدينا وتابعتم فيه. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول حول حق المواطن في الوصول إلى الفضاء الدستوري، القضاء الدستوري أقول. رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم السابق محفوظ قرباج، ويشيد باقتداره مسيرا متعلقا بنبل الأخلاق الرياضية. وتابعتم المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسة الناشئة، يتوج بإعلان الجزائر للشركة الناشئة الإفريقية وبالاتفاق على تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. تابعتم أيضا تحديد نهاية السنة كآخر أجل لحل النزاع بين شريك الكوري الجنوبي وإدارة ميناء جنجن لاستكمال أشغال التوسعة، وتأكيد على استلام الشطر الأول من مشروع إنجاز منفذ طريق السير جنجن العلمة خلال الصيف القادم. تابعنا في النشرة أيضا لوحة تشكيلية مفتوحة لجمال الجزائر وسحر طبيعتها، تعكس بلغة الريش المناظر الساحرة لجمال بلادي. نشرتنا تمت مشاهدينا، السلام عليكم.